إن شاء الله يكون بالسرعة إن شاء الله. أنا السبب. دلوقتي حسيت بالذنب؟ ذنب مين؟ الصحر اللي رميتها وطلقتها؟ ما قدرتش تقف وتواجه وتدافعها؟ على ذنب ابنك اللي اتولد في قبل ميعاده ويعلم هيعيش ولا لا؟ ربنا يعيش، تفعلي خير ان شاء الله نعيش، هذا مو صعب على رب العالمين. ولو معاش مين هيتحمل الذنب؟ ان شاء الله نعيش، لا تفولي مشر عليه، ان شاء الله انا بعيش وبفرح فيه، وانتي وعمي عز الدين واهلي كلكم خلوا املكم بالله كبير. وبنتي اللي قلبها اتكسر هي السبب، والله هي السبب. هي السبب في ايه؟ هي اللي ما قدرتش تواجه امك؟ هي اللي ما قدرتش تعترف بجوازكم؟ بس عارف ده عندك حق، هي السبب، لان هي اللي اجبرتنا نجوزكوا في السر. لما كناش وافقنا ما كانش حاجه من دي حصلت.